أهلا بكم مجددا. بعد فوزه بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مواطنيه إلى الاتحاد، وفي هذه النتيجة استطاع ترامب ترسيخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فوز ترامب برهان على الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية. وفي هذه الجولة من الانتخابات التمهيدية، حل المرشح رون دي سانتس في المرتبة الثانية في ولاية أيوا بحصوله على 21% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على نيكي هايلي والتي حصلت على 19% فقط.